Ni Macado, ni Macado, ni Macado, هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أولا أحييكم بتحية الإسلام، تحية خالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عدو سعول إن كو سايتيا لابتياه عندتي أنا بتياه ديلي أنا تياه ددلي أنا تياه سلام كي ما حيود عافية لي سريق الله لي ربي التعاك ربي الرحمة تنانا سنة دومتا كتا سهل إن شاء الله كالعادة كافي جمعات إلا نينان إلا نندين الدزيكري كان نندين الدحشمة أسنى لله كنا مثبتة كالعادة للبصوه التوقت دروس كبسنا هكهاشا يعني دروس كبسنا هشا كافي مفرد حلقة أو مفرد تفكبنا نباب فضل دعافة المسلمين والفقراء والخاملين تدحي سورة رجيد الله في اللبت حلقة الحبنا نركوك إن شاء الله كتتش نكنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواز مستكبر. نمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم يدحن أهل النار جهنم صون لنمري جهنم هيكون لنمري إيا كنونم تنسف سنه وريشو يني السرن علامة ما جهنم صون لن مري علامة أو تن إشارة أو تن حبر إيه كنونم سنه وريشو يدحن تن علامة تن إشارة عتل لك الحين تيتو كني كل عتل جواز مستكبر يعني كليز جاف قلبه حجر والعياذ بالله مرة كفنتيا رحمة هنتيا كا قلبي ديتو أكنتيا مثلا سيتيا تقول أبتيا كوال عز بالله كالحجارة أو أشد قسوة حدو ديت بليه كنكا قلبي كفا تن قلوبك كفا مرة كنون تما جهنم سونا لن مري حدو ليل تما ديتوكو كفينا كا قلبي ديتوكو كفى بيتوك زيادة أكفى العياذ بالله. أما يبلي للملمد سفل مري جواز مستكبر هي كنوني تلع علماء تفاسير متعددة أكا يحيني يعني من قوع عينه يفسريني يعني تجواز مستكبر أكا الحنتي
يعني فإنه الجموع منغو ممنوع كن حاجة يسكت، يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه. مثلا ييتو بلي حيوتي مال رب سبحانه وتعالى كايا حي مال يسكت اشتغله كني مال يسكت سرات ما واجب الكن حاجة يمنع مال يسكتن كحيوتي زكاة كحي هنتي أخرجشا أك الصديق أما يكن نكبم، لأن رب سبحانه وتعالى بيرا أك السرك إنه لا كبهتي أي تيلي ين السرط أنا بيرا أي واحد السرم ليا أما يكن مثبته تأتي تجواز مستكبرك الحنتي مال يسكت تمام مالكو واجب الكن حاجة أكميه حي واجب الكن حاجة مية حياة كلي تمان رب سبحانه وتعالى إلو بشي يعني زكاة كني صدقة كني متحوية مية حياة أمي كلي تا وأمي بله لل تركه معناها كيحيني الجواز كرحنت هو الرجل الذي لا يصبر أمي بله صبر آلين حيوتو كني يرهن صبر آلين نحي حيوتو أصبرين نحيتيا كني يرحن جواز مستكبرك أرحنتي أصبرين نحيتيا كني يرحن يعني أنه جزوع لا يصبر على شيء مرة فتا منقوم يصبرين مغحنا أفتا أما يبالي هلل فرنن حاجة اللي يصبرين أقحنين نحتي أو أصبرين نحتي كني جواز أكرحن تيرهن وأما يبالي ويرى أنه في قمة أعلى أما يبالي هلل حيوتي تما إذن حاجة أو تما أسك أبا حاجة منكم أغانا كن حاجة شيئك له تما حاجة تكوى نشانا مفرا كيما لمدياني شيئك له أما قنا منكم إيش سعول الكني إيش هيقد مر الكني إيش دك كلمان تتيه كني الحين تما إن كهت إشارة لنمري إن كهت حساس وقنا وما علامات لنمري تما نمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم جهنم مراك ويكون كنون يعني نهيس حسي نحب مراك كنوني إن كه تكادو حالات أو تنحبر هدول التماؤس لن حال أي أكنون أكبلي سجن مري تمرين كه من أهل النار سيمرا كيكونا لمرا كيكونا عندمرا كيكونا نبمرا كيكونا تصفات لن مري أو تحالات لن مري ينين مرا كيكونا ينين مرا كيكونا أو تيخلق اليمات لمراك يكونا إنكو تصفات لنمري أهل النار جهنم كنون مراكنون أو جهنم مراكنون يعني عدوسيني نحب مراكنون نارا قنولتاني أما يبليه لل ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القزوة أما يبلي تكاد حسا سجن صفات لن مر بلي كنت مثلا حيوتي صحابي كين قزوة أو حربي في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكين قزواتكو ولي قزوة دي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم نمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيتن صحابة له أو تن دوبة له تما حروب الدي يشاركه ينتتي يشاركه ينت يشاركو كي الليتنا أسوك أي كين وكان شجاعا منكم أقروا كي ينتماتي عدو بكا ينت أو تسع عدو أمي ينت شعدو بكا ينت شعدو
بكى إني لا يدع شاذة ولا فاذة. يلحن معناها الشاذة كالحين ما يكن حيوتي تما جماعة له يكو أو جماعة هن يكو أوله يكو جماعة له ينقله يكو أو أوله يكو يمدقيتي أكيني لأن أنه لا يلقى شيئا إلا قتله. والمعنى شاذة ولا فاذة الحين ما يكني أنه لا يلقى شيئا إلا قتله أكه قرين ننتيا أو أكه سقين ننتيا عدوك أكدفين تحيوتي عدو أكه قرين ننتيا أو أكسق إنن عدو أكدفين لعدو إذا قضى عليه كما كزود أكا قرينن عدو أكدفين قبكا كمين تتي تقينها محيرة بأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أهل النار تقينه عدو بكاينه تجنه أكه قرينن عدو بكاينتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يا كرحيني نمع نبي تتي جهنم مراكو كنون كرحين جهنم الدي سو لمراكو كنون كنتتي جهنم سو كنن كرحين. فعظم ذلك على الصحابة صحابة رضوان الله عليهم تواني وبن قدتي التسرية أجنها كن تجنها قيتلي ينتي تجنها عدو بكا ينتي تجنها عدو إش عدو إلا انتسري ينتي أجنها كن جهنم هكنا مينه إلسرية. وقالوا كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة. أجنها كن تتي جهنم مراك يكلم أو جهنم سولم تجنها محير بأسه تجنها إش عدو بكا سه تجنها أكه قرين ننتي أقدي فيها سهي هاجين هكين تتي تاي تكلم أو جهنم سولم أو جهنم جماعاك ويكلم يعني يستغرب. ثم قال رجل صرها ما صحاباك ولي والله لألزمنه يعني لألازمه حتى أنظر ماذا يكون حاله. صحاباك ولي ديويته والله نتتي حالة أي كنما أبلوكيو تتي قندو أكبلوكيو تتي تقينه نمعي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جهنم جماعاك كنم عدوسيني الدنيا لني تتي جهنم كنم عدوسيني نورشيني ننتي لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلنن حاجة لحكمين انكو حقكني تنفق ذي رباعي من الناس صلوات ربي وسلامه عليه أسن يا بكوين انكو أو يا بلغين انكو أو عنده كواي كربانا ده تنفق ذي رب موعنا صلوات ربي وسلامه عليه. تجد ده السحابي يديه أنو تتيا كألا زمكيو أو كان كتاتلوكيو أو أرقو يلتني تتيا أجنها كني تحالها تهيكم تدل أجيرناك تدل سرية تجنها شعدو محاره بكا ينتي أجنها كني تجن له جيم أبلوك إياك تحيوتي يديك حالة أبلوه. فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو صره تحيوتي يديه كاجي طلبهايتي او تجينهم حربي ينتي عدو سهم هدو للمحارو كابياكن مدته معنا حرب الدي او تما جهاد الدي مدته جدا صاره صبر الاسريه تتي واحلتك اسريه
فعجز عن الصبر وجزع صبر اليسرى مريع عنا أخذ بزبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله فقتل نفسه العياذ بالله العياذ بالله. تتي أبي حربيد مدتي أما حربيد مدتي قد تسحابي كين ورك باهم يديه كايوبلي مدتي تما صبري أكسري تما مدوم بياكته ينيا أكسري قد أيا بيشي سيف باهي إشي سيف بارو اللي يتكله أما سيف اللي العكشته أو قربا قد هلقه حتى خرج السيف من ظهره صراح أي كتما كاسف قداك وكو عنده قربا كشي السيشه أو مسنقليه كشي السيشه قداك كشي كي يعبلي العكشته ياكو قداك وكو عيه والعياذ بالله فقتل نفسه تتي تقنا إش نفسه يقدفه تقنا إش نفسه يقدفه ياكو أكه سجي تصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرحين يبلي أو تنواني رمكنا يبلي أما جنها ربها كاسوغي. وبعد ذلك فجاء الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرى تحيوتي يديه تحيوتي يبلي أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدي ما قندو يبلين كلك الرسول اللقحي رسول اللقحي فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله إلقح يا رسول الله أنو أتر مه ربي فرطيتك توم هو شهدي كنا كره قال وبما أي كنت سيد في أي تبليه كني أشهدي تنتم أو إسلامتا تنتم أو أنو رسول كيوم عدوسة تنتم كرهن قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار يا رسول الله أنو تحكو كرحي كنن إنكو هكا نعديك نمع نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة رضوان الله عليهم أولا أولا يا محمد ينهك دعما ينن حتى في حديث عمر في حديث عمر الذي انكو كان عليك حديث ما حديث مزهور حديث من تي عليك حديث كني انما الاعمال بالنية او لا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جبريل عليه السلام حوت من قده لميت يا محمد أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإسلام أما هي الحاكة ورشا تمي قبل النهي كني ولكن بعد النهي الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد كرح من النوني يا رسول الله كنا كرحينيني جبريل عليه السلام يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الساعة أما هي السرائين قبل النهي كين أعرابتهم من قده أو أعراب أو بري مريميتين يا محمد كنا كدحينين تنه من قده سائل تنه السرائين يوتهم من قده ميتاه جبريل عليه السلام سره نهي بكما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا رب سبحانه وتعالى كره لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض
رسول هندحتن قد سنسنا كهندحتاني كهكا من دحين انتا كده رب سبحانه وتعالى مثلا يا أبو بكر يا عمر يا عثمان أما قلنا ستة هندحين يا محمد يعني هكا هندح من أنه صلوات ربي وسلامه عليه لأن رب سبحانه وتعالى أما قلنا هكا من دحين انتا كده لما معنا كايوحين علماء تركه ولقنا هلي تما كامي قاها كامان دحين انتا وسنه سنه كامان دحتانيكا يا محمد تينها كامان دحين انتاكي يا رسول الله تينها كامان دحا يا الحين معنا كايوحين ولقنا هلي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض ما لمت معنا تما اسوك سنه امرمي تما ستة كاتامرين مبلي مبلين أنت كي ما جناها أنت يان معنا كايوحين تجد الصحابة رضوان الله عليهم يا محمد الكرح من النوني بعد النهي تما النهي اللو بين كلكل يا رسول الله يا نبي الله كنا كرحينين تجد تا لبهيتي إلميت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله أتو رسول كتومه ربي فرتوي تكتومه أشهدي كناك قال وبما أهك إن شهدي تنما كان قد يرحي قال لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار يا رسول الله أتو جهنم مراكك إنك ترحي حيوتي فعل كذا وكذا أتو جهنم كك جهنم تيك إنته نهور الشحيوتي أو من أهل النار كنتي نهور الشحيوتي تقين لما بي تقين لما بي اهتما أسوك بما كهور الشي تقين حربيت مدته مدتين كلها كالي أصبر ومدعي عناك إشي سيف باهي إشي سيف القحيه إشي سيف شد مدياكو أما قين إشي يقدفه أكيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير كهيرحينيك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يرحين صلوات ربي وسلامه عليه حيوتي بري أبي الطبع أهل الجنة أو جنة يكون للمرأة للمرأة أبن عيوب له عمل الصالح أبا حيوة ينبول له قد أهل الجنة أو من أهل الجنة تم أهل الجنة أبن عمل الصالح قد ما باكاتب له لكن آخركو سوء الخاتمة كاتا سيدفه جهنم هيكي جهنم مراكو يكي فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل نفسه لأنه بلن تتحيوتي يصبر مريع عنا وأهل تكسر يقدا إش نفس شيء يقدفه إنكوا كان عارجك حيوتش نفسك دفتي كنكو جهنم هكني أكيم لأن كان نفسك أتي ما كي أمانك إني ربي أمانة إلو حيه يعني نفسي أي لي يعني مسبتها جهنم هي أكيت حيوتي مثلا إنكوا نفسك بإنني مي حيوتي أكاي سيري ما كاي معذبك إني مثلا فراشك قريعي أو أيتك إني شك عرمسي أو سنكني شك عرمسي أو لامهكني شدده إنكو تماهكا يمحاسبكن لأن ربي تمانكني ربي أمانة للعين شايا نمثبتها تما أمانة ربي سبحانه وتعالى كايا حاسبكن تما أمانة كايا حاسبو كايا عذبكني أما يكون بمصيبة للحوتي مثلا إشي نفسي شهيك دفنكو مثلا تحيوتو بلي سيف شدو توكيه كني أو رومي شدو توكيه كني أو شيء سنغيه كني أو سمي كنين بيته كني أو سمي بيته كني أو عيلة درده كني فلنن حاله إشيه شيء يقدفينكو شيء سبب إكه إشيه شيء يقدفينكو تتي
من أهل النار كني العياذ بالله. أما يبلي فالجواز هذا هو الجزء الذي لا يصبر حيوتك دو تتي يصبر مريع عنا الجواز أكانت أيكن هو الجزء الذي لا يصبر. تمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث تمام ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر جواز يعني كشرح الدك إننا نم. فالجواز هو الجزء الذي لا يصبر أصبر النحتيج دائما في أنين وحزن وهم وغم تيك النكاح حالة دائما أنين أنين كان ما يكن حيوتي ديرة كوين قيمو يدحي مثلا مقالح السجد ويدحي ديرة معنا تما ربي سبحانه وتعالى العياذ بالله ربي يصبرنك مي يصبر يصبر مريعة ما قبله إيه لحوال له بشكل ده ربي كل تميته تاني ماكي مرة ليشتكي كوي أنو قيمو ويدحي أكو ويدحي أنين بديرة تأنين العياذ بالله تجوازا كان مرة أكون قبا وأمي بل حزن يحزن حيوتي فرح حاجة ربي قبوكو وماني أكو أو كا فرنن حاجل تميت جدا حزن ديش سايشا ما فرش الشا حزن لأن تما إلا ميتي تنم مهم تيه نعم تكور اعتاس بري جدا كل هذا حيوت بياك تجد كني قنفي تهر دجد كني كيند مدة جدا كني ولد يمتك جدا كني تما إلا انكو إليس برنكو سواب القيا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى الشوكة الذي يشاكها يرهن حتى تما كينا إذ مدياكو مدتا أو كينا كامد قدا تما كينا مدم اللي أصبر قد تما اللي سواب القيا نغرحن صلوات ربه وسلامه عليه تما كينا قبو قلت ميتتني أزيا اللي أي القيا سواب القيا أما قد حزن مفرشيشا وأما يبالي هم هموم الد رد تايمنكوه أهل الجنة أهل الجهنم جهنم صونا لن مريه صفاتكن همد چنكتي الد ساحوت من قم يام چنقه چنكتي الد شاشا حوتي الله يعبد رمه إيمان صافي لتي كنكم يام چنقه لأن ربي بدياك أغنى كن يام حاسبه ومنك قدر ربي قبض يعني هي عالم المنين عالم اليانين مرين كو هي كتيني ياكو معانا كهبونا فدين ما كهبونا ما يعني الا تما رب سبحانه وتعالى كا يكتب مي كماري وما بل هلال عالم اليانين مرين كو تلا بين مرا كو اخر مرا فان يانين مرين كو هي كتيني ما در لو بشونا فدين مي كا يدرونا ما يعني الا رب سبحانه وتعالى يكتب مي كماري كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما قد حيوتي حمد إيش سايشم ما فرششا وأما يبالي قمد إيش سايشم ما فرششا تايكي قد دايكي معترضا عن على القضاء والقدر أعرض يعني تما ربي سبحانه وتعالى قدر إلو بشيء أعرض يعني أما يهدد دكي يعني يعارض المياني من المعارضين كيوك المياني رب سبحانه وتعالى قال له بشانه كي هنعم كني كي همم كني ميارجي كل مرة مؤمن تأزيكا تسيد فيا إليس برينكو تمي إليس بريه الحدننكو تمي المنقو حسنات إلقى الصحابة رضوان الله عليهم فرنا لحو أقعاوي تقدا شيكليين يرحن لحو أقعاوي تقدا أن شيكليين وأما يبلي معاني الدينين قدا ماشي تاين يعني ما معانيك لك الأماني تما تولي ما رجينين مصبتها أما يبلي أماني إذن وقت أماني كنكو حدنا يعني تما أماني لك اللي
معاني تماتو لما ديجي إنين مسبتا أما قد حيوتي إلو بتما اللي أصبرو التننكا تما قدر ربي قبوك لما يتهيني يعارضو علمياني لا يخضع له أما بله علمي أصبري أو ما التحتنا كان ما به ياكو ربي قلت ما ديت أنا التحتنا ما باكي أو لطلت ميارح تواضع ما باكي ويرحي يلبتم ويرحي ياكو ديرا ولا يرضى بالله ربا تما ربي قبو قلت ما ديت أنا من لي ميغحني أو ميصبري وأما المستكبر وأما مستكبرك الحين تيجيتك إن الجواز المستكبر جوازك أنت شر قبل نبله قبل سجنه وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين المستكبرك أنت لما التقت تيجينه ولما ملتيجيني قمت الناس هؤلاء أما يبله حق يعيرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بتر الحق وقمت الناس الحديث الذي أخرجه في حديث صحيح خرجه مسلم وأبو نعيم في المستخرج الكبر كان ما يكن كبرياك الحين محك اللي يتكبرين إن كيح يو إلى عانا كنير بطر الحق كان يعني رده تما حك يدكا هنانا وقمت الناس يعني احتقارهم يو إلى عانا فهو في نفسه عال على حق إيش نفسه يأين به يبلي إيش نفسه حفشة أخي خلقكو أجن اللي أبليش نفسه لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله تما حق ميقبل يا ما يبله ليل تما رب سبحانه وتعالى يخلقه يعني كي يهجد مخلوقات اللي مرحمة لأن الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء نقول الحين صلوات الرب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى أنا قنا كسين الرحمة ست الرحمة أمتان وكرد في حديث القدسي ما قد أي كن فرش الشم هيوتي إيش هي قد مر اللي رحمته إيش هي قد ولو كافر يكين مه الرحمة الرحمة فرش الشاء إلى من نبو المياني فهذه كل علامات أهل النار تاينكوه أبي سجنم تاينكوه شرح قبل سجنم إنكوه جهنم صونا لن مريه إشاروركن تن إشارة تايكن تايكو ولم إيليه نبلتي تايكو ولم أبتيه كنكو تايكو ولم هو أني كنكو تتي من أهل النار كنا العز بالله أما قد تجينا لفرششين نحنكو نن نبرو نولتاني نن نسعلكنا يتنقغو نولتاني نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا وإياكم الجنة إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.